مرحبا وأهلا فيكم. من كام يوم قد حكينا عن موضوع الأرشيف، الحقيقة التسجيل يعني لقى صدى كتير طيب، وكان في زيادة ملحوظة على عدد المنتسبين لعضوية القناة لدعم مشروع الأرشيف يلي فاتوا تسجيل. ممكن رح أحط له الرابط في صندوق الوصف. طبعا يعني الحقيقة مثل ما بيقولوا كبر قلبي من التفاعل الإيجابي، وفي كتير من الأمور اللي نحكى فيها ممكن تكون يعني فرص لحتى نمشي بهالاتجاه بالمواضيع اللي حكيت فيها حول الحفاظ على تاريخ سوريا، إقامة المعرض الدائم، تحويل الأرشيف الموجود إلى أرشيف إلكتروني. بدي نوه طبعا في كتير من الرسائل أجتني أنه نحن يا ريت فينا ندعم القناة في كتير ظروف، أنه يهن بيكونوا بداخل سوريا أو بيكون ما عندهم قدرة بشكل ممكن تكون تقنية حتى أنه يدعم القناة بالانتساب للعضوية. أنا بقول حتى بكفي موضوع الاشتراك بالقناة، متابعة القناة، مشاهدة يعني المقاطع المسجلة إن كان بالأرشيف أو بغيره. يعني مرة تانية هلأ الحمد لله عدد المشتركين جيد نسبة للمواضيع الجادة اللي عم نطرحها بالقناة، ولكن خلال سنة ونص تقريبا وصلنا بحيطان 40,000 مشترك، هو رقم بالنسبة يعني لأعمال، خلينا نقول لأعمال قناة يوتيوب متواضع بشكل أو بآخر. حتى إذا حسنا ندفع يعني هذا الرقم باتجاه يعني أو نزيده شوي شوي يعني لحتى يوصل تقريبا خلينا نقول ل100,000، بيكون هذا كتير شيء منيح للقناة ولعائدات القناة أيضا، يعني بيأثر عليها وعلى المشاهدات. فالمقتنع بالفكرة، المقتنع خاصة فيما يخص تاريخ سوريا والأرشيف، في يساعد بكتير من الطرق، ممكن يعمل شير، ممكن بأي طريقة ممكنة ممكن يساعد القناة لحتى يساعدنا أنه نقدم أكثر وأكثر فيها. اليوم بدي أحكي عن مثال كيفية الاستفادة من الأرشيف. يعني أنا هذيك المرة حكيت بشكل عام ممكن أقدم عن تاريخ سوريا. طبعا الأرشيف اللي عنا كان الأمور يعني كان نحن جمعنا صحف يلي موجودة بسوريا، ممكن تكون مانا سورية، ممكن مثلا تكون عن مصر، ممكن تكون عن بلدان تانية، حتى في صحف باللغة الإنجليزية، في كتب باللغة الإنجليزية، وحتى في أنا برأيي كتير من الأمور يعني خلينا نقول المعرفية اللي ممكن نستنتجها أو يعني نستفيد منها من هالمجلات. مثلا يعني رح أعملكم مثال شلون بذهني الأمور ممكن تصير. في عنا هي مجلة الشرطة صادرة بالخمسينيات من القرن الماضي، هذا مجلد لمجلة الشرطة. طبعا كان في كتير من المجلات والصحف بسوريا عكس هلا، ما في خلينا نقول الجفاف الموجود بالصحافة، كان في كتير من المجلات والصحف طبعا أيضا بيحكوا عن تاريخ سوريا. حتى مجلة الشرطة والجندي يلي تابع للجيش كانت مجلة غنية بشكل أو بآخر، وفيها كثير من المعلومات يلي فينا نعرف كيف كان الوضع وكيف وصلنا لنعمل عملية القياس. ما بدي أحكي عن هالموضوع الجاد اليوم. مثلا لفت نظري هذا الموضوع عن الحوادث وعن السرعة ونتائجها، ولفت نظري كيف كان شكل الحوادث. طبعا اليوم بيصادف هذا الكلام وفاة المطرب جورج الراسي الله يرحمه بحادث سير يعني مؤسف ومروع على حدود السورية اللبنانية. لاحظوا صور الحوادث يعني كيف كانت تنقلب السيارات، يعني حسيتها مثل الزلحفة المقلوبة على ظهرها. ما بعرف إذا صار في أي أضرار مادية مذاكرين، ولكن مثلا اللي لفت نظري أنه حدود السرعة اللي بيعتبروها يعني فوق السرعة ممكن أنت تعمل حادث هو 60 كيلومتر بالساعة. يعني كان وقت واحد يمشي فوق 60 كيلومتر معناتها هذا مسرع وبالتالي بيعرض حاله للخطر. اليوم يمكن تضاعف هذا الرقم، يمكن مرتين أو حتى ثلاثة في بعض السيارات. هلأ مثلا هذا الموضوع ما بناخده لحاله، بنشوف موضوع آخر، هي مجلة الجندي تقريبا بنفس الحقبة. كنت أيضا عم بتصفح، طبعا هي النسخة الإلكترونية، هي كانت ورقية وصارت نسخة PDF قابلة للبحث. أيضا شفت هالمادة يلي هي عن السيارات في العالم وعدد السيارات في العالم وتوزعها بحسب البلدان، فيها الحقيقة معلومات قيمة. أكيد هذا المقال مترجم يعني بشكل أو بآخر، وممكن يعني نربطه باعتبار بلشنا على الحوادث والسيارات، نشوف قديش كان عدد السيارات بالعالم. عم بيقولوا هون كان 80 مليون، اليوم يعني حسب ما بعرف وحسب ما بحس يمكن 1.7 مليار سيارة. طبعا بدنا ناخذ عين الاعتبار
النمو السكاني كان بهذاك الوقت شيء 2.5 مليار، اليوم صرنا أكثر من 7 مليار ويمكن قربنا على 8 مليار. فإذا في نسبة وتناسب، ممكن حتى نحسب يعني كل 1000 شخص كام سيارة كان بهذاك الوقت، واليوم كل 1000 شخص كام سيارة بيطلع له، البلدان كيف تطورت. ممكن نعمل كتير شغلات مهمة من خلال مراجعة هالمقالات يلي حقيقة فيها معلومات يمكن حتى إذا بحثنا عنها بالجوجل ما نلاقيها. يعني جوجل خاصة في الماضي ممكن في بعض المراكز أو الدراسات بتوفر بعض المعلومات، ولكن ممكن نلاقي كثير من المعلومات موجودة في مثل هذه الصحف عن مقالات مترجمة أو عن حقائق لبلداننا ومنطقتنا ما نلاقيها بأي مصدر آخر. طبعا هون بالولايات المتحدة عم يحكوا عن الاستهلاك والتصدير، وأنه كانت تستهلك معظم يعني الانتاج. هلأ أيضا ممكن يعني نكمل ونشوف شلون كان شكل دعايات يعني السيارات. لاحظوا هالسيارة ما نبين مبين يعني أكثر بونتياك 1954، نشوف مثلا إذا في دعايات لسيارات غيرها. طبعا في أكيد، وممكن طبعا أنا هون عم بحكي كمثال كيف ممكن نصنع مواد يعني تكون ممتعة وبنفس الوقت تكون تعطينا معلومات وفكرة عن الماضي ونربطها بالحاضر. أيضا هي دعاية لسيارة هيلمن، ما بعرف الحقيقة ما كتير عندي فكرة عن هاي السيارة. لاحظوا دمشق شارع الفردوس، الهاتف كان مؤلف من 5 أرقام 167-99، هذا رقمه شكري حنا شماس، هذا هو وكيل مثلا. ممكن ندور عن موديلات أخرى ووكالات أخرى لنعرف. أيضا ممكن نروح على أرشيف، مثلا خطر لي نروح على أرشيف الصور الموجود، وهذا كله تحول إلكتروني، ونشوف السيارات يعني بحقبة الخمسينيات أو قبل حتى. هاي الصورة يعني بتوقع أيضا بحقبة الخمسينيات، خلينا ندور على غيرها. لاحظوا هذا فندق قصر الشرق، يعني موجود لتاريخ اليوم بمنطقة الحجاز. وهي بعض السيارات، إذا نحن ما بدنا نحكي عن الفندق ممكن نعمل حلقة على الفنادق، ولكن اليوم مثلا إذا عم نحكي عن السيارات كيف كانت بالعالم وكيف كانت بسوريا، ممكن نشوف من السيارات حتى ممكن نقدر أحيانا الصور ونعرف بأي حقبة، ممكن نقدر حقبة الصورة من السيارات الظاهرة، وهذا شيء نعمله كتير عنا في الأرشيف. ممكن ندور على يعني صور أخرى فيها سيارات أقدم أو أحدث. هي طبعا في هي يمكن بالسبعينيات، الصورة اللي قدامنا أيضا هي بالسبعينيات. لاحظوا كيف كانت هي محطة الحجاز، أيضا هي منطقة الحجاز. خلينا نشوف إذا في سيارات يعني بحقبة أقدم بأرشيف الصور. طبعا الأرشيف بيضم الآلاف من الصور عن دمشق وغيرها من المدن. خلينا نجرب نشوف إذا بيطلع معنا حقبة آدم. هاي الحقبة آدم طبعا هاي بتوقع ببداية ثلاثينيات نهاية عشرينيات بداية ثلاثينيات القرن الماضي. هدول سيارات فورد ورينو كانوا من بهالشكل، يوقفوا هن سيارات إجرة بالمناسبة، يعني كانوا يتم استخدامهم كتاكسي يعني لحتى ينقلوا الركاب، بالإضافة لوجود الترام في المنطقة. يلي عم يشوفه هو ساحة المرجة، يمكن كثير منكم بيعرفوها. هالبناء يلي وراء يعني نصب المرجة هو بناء البلدية، وهذا طبعا أزيل بتوقع بنهاية الخمسينيات وطلع محله بناء قبيح رايح اسمه عنزاني حاليا الشربتلي، يمكن اسمه بناء الشربتلي. نعم، إذن هاي الصورة لا في منلاحظ في سيارات أقدم. ما بعرف إذا في عنا صور لحقبة بتظهر فيها بدمشق عم نحكي سيارات أقدم من هي. خلينا ندور مع بعض. هي هون ما كانت السيارات يعني لسه انوجدت، ولكن لاحظوا يعني كيف نعرف نحن تاريخ الصورة. لاحظوا في عواميد كهرباء وفي ترام. الكهرباء دخلت للشام 1907 من البلدان اللي دخلت إلى الكهرباء بشكل مبكر جدا، وأول مبنى أنير هو الجامع الأموي. فإذا هي حكما بعد 1907، ولكن مو بعد كتير، يعني هي على الأغلب هي 1907 و9. لا يعني ما كان في سيارات، لأن السيارات بتوقع دخلت لسوريا بالعام حسب معرفتي الأولية، والموضوع بده بحث، دخلت بالعام 1911 أو 1912 بهالحدود يعني، أو خلينا نقول بالعقد الثاني من القرن العشرين. خليني أشوف إذا بيطلع معنا سيارات. لا هي حديثة، هي يعني نهاية الخمسينيات، هي ملونة باليد الصورة.
أي أيضا بالخمسينيات، لا أي نفس حقبة المقال. هون في سيارات قديمة ولكن أيضا هي بالعشرينيات. خليني أشوف هاي الصورة، يمكن هاي الصورة، يمكن هاي أول سيارات. هاي السيارة كانوا يسموها فورد أبو دعسة، مثل ما قلت لكم بالعقد الثاني من القرن العشرين. وأيضا منلاحظ يعني حتى نعرف كيف نعرف الصور، طبعا هون هاي المرجة، هون محل بناء يلبغة اليوم، منشوف القصر العدل، منشوف البريد العثماني، ومنشوف الفندق هذاك فندق أمريكا وصار اسمه بعدين فيكتوريا. وهي هي السيارات، يعني كان هي أول سيارات. وإذا لاحظتوا كان في معها عربات ولسه الدواب مستخدمين، في عواميد كهرباء، معناتها بعد 1907 لسه السيارات موجودة مع العربات يلي بتجرها الخيول. وبالتالي يعني هاي فينا نقول بتقديري هي منتصف العقد الثاني في القرن العشرين في ساحة المرجع في دمشق. فإذا بهالطريقة ممكن نعمل مادة مثل ما لاحظتوا حلوة، طبعا ممكن ينشغل عليها أكثر، ولكن هذا الشيء اللي كنت أنا عبوضحه أنه كيف فينا نستغل نحن الأرشيف لحتى ما نعمل مواد مملة والله ولد ومات وإلى آخره بهذا الصوت التقليدي. لا، ممكن ناخذ أكثر من مادة ويعني نربط المواضيع مع بعضها في سياق محدد من القديم إلى الحديث، ونقدم معلومة مفيدة للناس، ونقدم صور نادرة. طبعا ممكن يكون في مقاطع فيديو، ممكن يكون في أمور تانية متصلة بهذا الموضوع، حتى إعلانات السيارات الحقيقة جديرة، يعني لحالة ينعمل إلى مادة في كتير من الإعلانات السيارات وموديلاتها يلي كانت بهذاك الوقت لهواة السيارات، ممكن أيضا يعني نسلط الضوء عليها. فإذا بهالطريقة ممكن نحن نعمل مواد من الأرشيف، هي تعزيز للمادة اللي حكيتها. ورح نعمل أكثر من مادة بالأسبوع إن شاء الله عن موضوع الأرشيف، ونجدد الدعوة لدعم هذا المشروع. بدي اتشكر كثير الناس اللي اشتركوا خلال بعد دعوتي بالتسجيل الماضي، بتشكرهم كثير. والشكر الاكبر للاعضاء الموجودين في منه، صار يعني ما شاء الله 8-9 شهور عم يجددوا اشتراكهم، لهم كل الشكر على الاستمرار في دعم القناه. في منه لاحظت انه هن رفعوا يعني مستوى الاشتراك. ايضا شكر لكل من هو يعني حتى متعاطف مع هذا المشروع. مره ثانيه ما في يعني اي مشكله اذا اي ظرف من الظروف بيمنع بالانتساب لعضويه القناه. مره ثانيه المتابعه حتى تكفي، لان انا بعرف في ناس حتى اشتراك بالقناه ما بيحسنوا بيعملوا لظروف محدده خاصه في الداخل السوري. بشكر حتى المتابعين، بشكر حتى الناس اللي مقدرين هذا الشيء اللي عم نعمله، وهذا طبعا أقل يعني واجب ممكن أقدمه حيال التاريخ سوريا وحيال بلدنا سوريا. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.